بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وبرنامجكم صحتك ثروتك. في الجزء الثاني من حلقات النهاردة هنتكلم عن الجودة. هنتكلم إزاي يبقى عندك مؤسسة متعثرة شوية، إزاي بتخش بتحسن من أدائها عن طريق الجودة. بس إحنا بما إن إحنا برنامج صحي اقتصادي، فبالتأكيد هنطبق ده على شركات الدواء. ويمكن إحنا من حوالي حلقتين كنا بنتكلم على قطاع الأعمال الدوائي ومشاكل قطاع الأعمال الدوائي وبتاع، فإحنا قلنا نجيب حد متخصص في الجودة يكلمنا في الحته دي. الجزء الاولاني بقى من فقرتنا النهارده هيبقى معايا الشخص اللي انا بستنى فقرته من الشهر للشهر، لان اولا كميه المعلومات اللي بيديهاني وبالتبعيه بيديها لكم بتفيدني بصراحه على المستوى الشخصي. ودايما احنا البرنامج بتاعنا برنامج مش بعيد عن اللي بيحصل حوالينا. طب بقول لكم ايه، طب ما تيجي نرحب بضيفنا الاول ونشوف هنتكلم معاه في ايه. يسعدني ويسعدكم يكون ضيفنا وضيفكم النهارده دكتور هاني فرج، المستشار الطبي الاقتصادي برنامج. هاني صباح الفل عليك. صباح الخير. ايه الاخبار؟ صباح الصحه والجمال والعافيه لحضرتك وجميع الساده المشاهدين. صباح الشيك. الحمد لله تمام. الله يخليك. صباح كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. تتوقع بقى كل سنه طيب بمناسبه ايه؟ والله بمناسبه دخول السيزون بقى الشتاء. تمام. برافو عليك. حرقتلي الحلقه كده. كل سنه وانت طيب، وبمناسبه ان احنا خلاص دلوقتي يعني فصل الصيف خلص وداخلين على فصل الشتاء، ودلوقتي في فصل الخريف. فصل الخريف بيمتاز ان هو غير ان هو فصل رومانسي، ان هو بيتميز بنزلات البرد العنيفه والشديده والكتيره. طب ما تيجي بقى نتناول النهارده نتكلم عن نزلات البرد. طيب سامح حضرتك اتفضلت وقلت هو فصل الخريف اللي احنا بنمر بيه دلوقتي هو يعني بيتميز بالتقلبات الموجوده فيه. تمام. يعني درجه الحراره بالنهار مرتفعه، مع دخول الليل بتبتدي درجه الحراره تنزل. ببقى انا محتار ان انا اتقل هدومي او ابقى ماشي باللبس الصيفي العادي، او ان انا اهتم ان الاولاد الصبح وهم رايحين المدرسه يبقوا لابسين لبس تقيل او لا. بيبقى في نوع من التضارب شويه بالنسبه لموضوع اللبس، وان انا بقى واخد بالي من اختلاف درجات الحراره. احنا بص عايزين نتناول موضوع نزلات البرد النهارده من شقين، الشق الوقائي والشق العلاجي. جميل. يعني امتى انا ما يجيليش نزلات برد، ولما يجيلي نزلات برد اتعامل معاها ازاي؟ خلينا اول نبتدي بالشق العلاجي. جميل. اللي اوريدي احنا اصبت بنزله برد وهبتدي اعالجها. عايزين الاول نفرق او نوضح او نعرف يعني ايه نزله برد. طيب هو نزله برد او الزكام او الانفلونزا، الثلاث مصطلحات دول او الثلاث امراض دول من وجهه نظر الساده المشاهدين ما بيبقاش في فرق كبير ما بينهم قوي. يعني انا جالي نزله برد، جالي انفلونزا، جالي زكام، ولكن هو في حقيقه الامر هم مختلفين تماما. يمكن نزلات البرد والزكام هم مترادفين لحاجه واحده، يعني هي القصه ان السبب الرئيسي في نزلات البرد بتبقى عدوى فيروسيه. بص انا هقول لك على حاجه، هم علوا التكييف عليا قوي. طيب. فانا خايف يجي نزل برد، فاستاذنك هطلع فصل عشان اوطي التكييف. ممكن؟ طيب ماشي. فصل ونواصل معاكم تاني نشوف موضوع التكييف ده ايه. رجعنا لكم تاني بعد ما ظبطنا التكييف، واحنا اصل احنا بنتكلم عن نزلات البرد وبنتكلم عن الوقايه، فبيني وبينكم انا قلت لا انا استنى ليه بقى لما اجي نزله البرد، انا انهي الموضوع قبل ما اجي نزله البرد. تراني رجعت لك تاني، بس عايزين نستفيد موقف من اللي حصل. انت عارف ايه هو؟ ان انت النهارده لما حد تحس ان هو ممكن يسبب لك مشكله صحيه اطلب منه، لو حد جنبك بيدخن قول له معلش استاذنك ما ندخنش. نعم بالظبط. يعني تكييف عالي وهنتعب انا وانت، نطلب من المخرج انه يوطي التكييف. جميل. نرجع تاني بقى. طبعاً. دي تجربه حيه دكتور علاء. لو احنا حبينا نتكلم على نزلات البرد للساده المشاهدين عشان يقدروا يفرقوا ما بينها وما بين حالات الانفلونزا او الاصابه بالانفلونزا الموسميه، نزلات البرد هي بتبقى سببها هو سبب فيروسي. بيبتدي المريض بيشعر ببعض الاعراض زي ارتفاع في درجه الحراره، التهاب في الحلق، احتقان في الانف، تكسير في العظام، الام في العضلات. دي الاعراض المشهوره وكل الناس عارفينها بالنسبه لنزلات البرد. درجه الحراره مع نزلات البرد العاديه المفروض ان هي ما بتتجاوزش 38.5. تمام. يعني لو انا عندي الاعراض دي وقست درجه الحراره لقيتها في متوسط 37 وشرطتين 38 ما قبل ال 38.5، فانا متوقع ان هي اصابه فيروسيه عاديه. طب الاصابه الفيروسيه دي في بدايتها لو يعني لم يتم التعامل مع الاعراض قد تتحول لاصابه بكتيريه.
قبل ما نتحول لصابه بكتيريه. طب ما حضرتك الاعراض اللي بتقولها دي برضه اعراض انفلونزا. طيب انا اقول لحضرتك نقدر نميز ازاي. الارتفاع في درجه الحراره بالنسبه لنزله البرد العاديه بيحصل تدريجي، والاعراض دي بتبتدي تدريجيا. يعني في نزله البرد العاديه تدريجيا. انما الاصابه بالانفلونزا لو حبينا نعرف بقى فيروس الانفلونزا، هو الانفلونزا طبعا هو نوع من انواع الفيروس، هو عباره عن ثلاث سلالات A و B و C. السلاله الـ A و B هم الانشط، والـ A هي الاكثر تطورا وتحولا يعني. فلو حابين نبسط على الساده المشاهدين ان هو الانسان لما بيصاب بالانفلونزا بياخد تقريبا فتره حضانه تتراوح ما بين 48 ل 72 ساعه، بعدها بيبتدي ظهور الاعراض بس بيبقى بشكل سريع ومفاجئ. يعني ارتفاع في درجه الحراره بشكل عالي تتخطى 38.5، نفس الاعراض السابقه بتبقى موجوده. بس معلش انا النهارده امتى اقول كده؟ ما انا بقول لحضرتك هي درجه الحراره هي الفيصل لينا. يعني في نزلات البرد لا تتعدى 38.5. في الانفلونزا ممكن تتعدى 38.5، بتتعدى غالبا بتتعداها بشكل كبير يعني. تمام خلاص، احنا نرجع تاني بقى. هي بقت فيروس وتحولت لبكتيري؟ لا هي مش بتتحول، هي بتبقى ميكسد انفكشن، بتبقى في الاول عدوى فيروسيه. كان الانفلونزا نزلات البرد؟ نزلات البرد العاديه. تمام. بتبقى عدوى فيروسيه وقد تتحول، يعني يحدث ما يسمى بالسكندري انفكشن بالبكتيريا. تمام. بعض البكتيريا يعني من ضمنها مجموعه، يعني هقول بعض المصطلحات كده الخاصه باسماء البكتيريا، الستريبتوكوكس بايجنس، الهيموفيلس انفلونزا، الموكزيلا كاتاريس، دي مجموعه من انواع البكتيريا اللي هي منتشره قوي في عدوى الجهاز التنفسي. دي نتكلم باللغه العاميه الميكروبات. الميكروبات بالظبط كده، اللي هي بتتطلب تدخل بمضادات حيويه. تمام. لو بصينا على الفيروس الانفلونزا ومشكلته في ايه بقى؟ ان احنا على مستوى العالم بيصاب تقريبا سنويا بحق 600 مليون انسان على وجه الكره الارضيه بيصاب بالانفلونزا. تمام. حالات يعني ربنا يحفظ الجميع، حالات الوفيات نتيجه الاصابه بفيروس الانفلونزا بتصل تقريبا الى 1 في 1000، يعني حوالي نص مليون سنويا. نص مليون سنويا على مستوى العالم بيبقى سببها الاصابه بالانفلونزا وتطورات هذا الفيروس اللي ما بيتلقاش المريض فيه علاج. من ضمنها طبعا الحاجات الشهيره كانت انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، اللي هي اوريدي بيبقى ظهور الاعراض والمشاكل فيها بشكل قوي. بس حضرتك اصبت نقطه مهمه جدا، حضرتك قلت لو هو ما بيتلقاش فيها العلاج. بالظبط، مفيش يعني رعايه طبيه يعني. بالظبط، سبب الوفاة مش الانفلونزا، سبب الانفلونزا هي سبب رئيسي، ولكن ما عالجش الانفلونزا، التعامل معاها هو اللي كان مشكله يعني. تمام. هي اصيب ولكن لم يتم التعامل بشكل سليم فادى الى تدهور الحاله يعني. تمام. طب لو احنا اتكلمنا على زي ما قلت لحضرتك الانفلونزا ثلاث انواع، A و B و C. نوع A ده اللي بيبقى فيه تحول وتغير عن طريق ان بيحصل موضوع الحضانه بتاعه الفيروس الانفلونزا، بيبقى فيه وسيط في النص الا هو حيوان الخنزير. يعني الخنزير تقريبا بيبقى فيه قرابه ال 200 فيروس بيحضنوا سنويا داخل جلد الخنزير يعني. عشان كده في بعض الدول في شمال اوروبا تحديدا النورديك كانترز او الدول الاسكندنافيه منعت تماما دخول الخنازير الحيه لديها، يعني بتسودها في شكل لحوم، انما حيه لا، عشان ما تبقاش وسيط لنقل العدوى بفيروس الانفلونزا. طب احنا دلوقتي في شهر اكتوبر، وشهر اكتوبر ليه مع الانفلونزا قصه يعني. هو الفتره دي هي فتره الخريف واحنا داخلين على فصل الشتاء. ليه بقى ليه نزلات البرد والانفلونزا بتزيد في هذه الفتره او فتره انتقال من فصل لفصل؟ طيب هو حضرتك زي ما حصل معانا من شويه، التنوع في درجات الحراره واختلافها ومناعه جسم الانسان، وخاصه المجموعه اللي اقول لحضرتك عليها دي، اللي هم الاطفال الصغار الاقل من سن المدرسه، كبار السن اللي هم فوق ال 65 سنه، مرضى الكلى، مرضى الكبد، الاميونو كومبرمايزد بيشنت، او بنسميهم اللي عندهم مشاكل في المناعه. بالظبط كده يا فندم. دول بيبقوا اكثر عرضه للاصابه بمرض السكر، اكثر عرضه للاصابه بفيروس الانفلونزا. تمام. طب احنا بنتعامل ازاي في هذه الحاله؟ هو لا، هو قبل بس ما نتعامل ازاي تاني حضرتك، معلش احنا اتفقنا دلوقتي برضو التغيير فصول السنه نتيجه لاختلاف درجات الحراره هو السبب الاساسي في الاصابه بالانفلونزا، صح كده؟ طبعا بيبقى، ودي الفتره اللي بينشط فيها الفيروس اساسا مع اختلاف درجات الحراره. يعني اختلاف درجه الحراره هي اللي بتؤدي للفيروس بينشط وبعد كده بينتشر نتيجه للعدوى. بينتشر. العدوى طبعا هي السبب الرئيسي، ودي بتبقى عدوى عن طريق الاير بوليوشن او التلوث، عن طريق الهواء، عن طريق العطس، عن طريق الكحه، عن طريق اهم حاجه بقى اللي احنا عايزين نركز عليها النهارده، عن طريق التلامس بكل انواعه، ودي مهمه جدا. في فصل الشتاء لو الواحد طبيعه شغله او تواجده بيبقى في مجموعه كبيره من زملائه او من الناس المحيطين بيه، وارد قوي ان يبقى فيهم حد مصاب بفيروس الانفلونزا. فطبعا يفضل في فصل الشتاء بالذات غسيل الايد بالميه والصابون لمرات متعدده على مدار اليوم. وجودي في مكان مزدحم لازم ابقى عامل حسابي ان انا اتحاشى، يبقى نفسي قريب قوي من اللي قصادي او العكس.
ده بيساعد على نقل هي البرد. الناس عارفه موضوع النفس، ولكن موضوع التلامس ده اعتقد انه ما هو اصلا بيبقى عن طريق اليد. هو اللي بيحصل ايه؟ الواحد لما بيكح او بيعطس غالبا بيستخدم ايده بهذا الشكل، تمام، ودي مشكله. فاحنا عايزين نعلم حتى اطفالنا لو ما فيش مناديل ورقيه او يعني اي حاجه ان هو يحجب بيها الغزاز اللي بيطلع دوت، ان هو بيعطس في منطقه الكوع وبيكح في منطقه الكوع بهذا الشكل. ده بيقي شويه تمام بشكل اكبر، يعتبر نوع من انواع الوقايه بقى. ده احنا بنتكلم في الوقايه وازاي ندرب اولادنا على حاجه زي كده. يعني طبعا الغسل بالايد وايد بالميه والصابون ده بشكل مستمر، وجود مناديل عشان خاطر موضوع العطس والكحه، زائد الطريقه اللي شرحتها لحضرتك من شويه ان هو يحاول لو مش حاجه حواليه ان هو بيبقى الكحه او العطس في منطقه الكوع، وده بيبعد شويه على ان هو ينقل العدوى الاخرين. يعني تمام. الحاجه الثانيه لو انا بركب مواصلات عامه بشكل كبير بشكل يومي يعني منتظم، واحتك بمجموعه كبيره من الناس، ابقى حريص جدا في الفتره دي بغسل ايدي كويس بالميه والصابون، لان الايد هي كلمه السر في موضوع نقل الانفلونزا. لو بصينا على الاساليب اللي احنا الاخرى اللي احنا نتبعها، ان انا لو والله عندي ابني النهارده او بنتي النهارده عندها مشكله انفلونزا في البيت، مفيش داعي قوي ان انا اوديها المدرسه لانها تبقى مصدر عدوى لزمايلها. لو انا رايح شغلي ومفيش حاجه عاجله وحاجه طارئه في الشغل وصبت بهذه الاعراض، لازم ان انا على الاقل اخد اجازه يوم او يومين. ده هحافظ على صحتي انا لان الراحه مطلوبه، وحافظ على زملائي في الشغل ان هم ما ينتقلهمش العدوى يعني. تمام. فده اللي احنا بنؤكد عليه خلال الفتره اللي جايه، ان مفيش داعي ان الانسان يبقى مصدر لتعبه هو الشخصي وتعب المحيطين بيه. تعرف ايه المشكله بتيجي منين؟ انا اقول لحضرتك، تغيير فصول السنه دايما بيبقى جاي مع دخول المدارس، ودخول المدارس ده تجمعات. بالظبط كده. ده اعتقد من ضمن الاسباب الاساسيه اللي بتخلي زياده معدلات الانفلونزا ما بين الناس وبعضها، لان هو اللي بيحصل ان وانت مش عايز او حريص ان ابنك يروح المدرسه وهو مصاب، يروح بالحامل الفيروس فينتقل لحد تاني، وحاجه زي ما قلت ده عن طريق التنفس وكمان عن طريق التلامس، فده بيزود معدلات الاصابه بالانفكشن بالعدوى. بالظبط. واحنا كمان بنتوجه للساده المدرسين واصحاب الحضانات واللي بيتعاملوا مع الاطفال، فعلا موضوع غسل الايد بشكل مستمر في فصل الشتاء بالماء والصابون ده متلازم. تمام. ده بيقي باذن الله من زياده الاصابه بعدوى الانفلونزا. طب هل في اكلات معينه بتزود المناعه؟ خلينا نتكلم دلوقتي، احنا هنتكلم في وقايه كده نرجع للعلاج تاني. هو فاضل لنا جزئيه بس في الوقايه على الاقل، هو المصل او اللقاح بتاع الانفلونزا اللي هو بيؤخذ سنويا. هو زي ما قلت لحضرتك شهر اكتوبر اللي احنا فيه ده ليه قصه مع الانفلونزا، لو هي قصه التطعيم ضد الانفلونزا. يعني في بعض الناس بتسال، طب انت بتتكلم في 200 نوع، فانت تاخد تطعيم من ايه ولا ايه؟ الحاجه الثانيه، هل يا ترى هو فعال؟ احنا قلنا مجموعه من الحاجه الثالثه امتى تاخده؟ هو التوقيت ده هو التوقيت الانسب اللي هو بيطرح يعني من نهايه سبتمبر لغايه شهر كده بشهر ثلاثة. ولا حاجه؟ لا من نهايه سبتمبر، انا بقول لحضرتك لغايه شهر مارس، دي فتره متاح فيها ان هو يتاخد يعني. تمام. التطعيم بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى فيه هو ما يسمى ب يعني ثلاثي السلاله، بيبقى فيه ميكروب مقتول او مضاعف دوت حضرتك، بيبقى غالبا بيبقى نوعين من السلاله A و B. تمام. يبقى كده عندنا ثلاث انواع من السلالات. طب هتقول لي اثنين، طب يعني بقيه السلالات ما يعني قد تصيب. حضرتك سنويا منظمه الصحه العالميه بتحدد المتوقع من الفيروسات النشطه من فيروس الانفلونزا، وبتحدد لشمال الكره الارضيه غير جنوبها، بتقول ان في سلالتين، فدول اللي هيتعمل لهم تطعيم السنه دي. وكل سنه لازم ان انا بجدد التطعيم، لان مش معناه ان انا السنه دي اخذت التطعيم انا مش محتاج اخده السنه الجايه، لان كل سنه بيبقى اجنست او ضد مجموعه من الفيروسات. لا مختلفة. وكمان ما استنصحش اقول ذاك اقول التطعيم اللي اخذته السنه اللي فاتت اخده السنه دي. بالظبط، لان هو بيبقى مختلف. الحاجه الثانيه ان طب انا باخده ليه طالما عدد الفيروسات كبير بهذا الشكل؟ لا هو قبل بس حضرتك بيبقى فين؟ يعني انا النهارده عايز اروح اخد تطعيم الانفلونزا عليه فين؟ هو متوفر حضرتك في مصر واللقاح متوفر في الصيدليات الكبرى في وزاره الصحه، بذهب لاقرب مستشفى وبسالهم وبيدوني معلومه سليمه. تمام. يعني هو موجود متوفر متوفر ما فيش فيه اي حاجه. ده بيفكرني احنا قبل حضرتك ما تطلع تعمل عمره او حج، من ضمن بالظبط كده الامصاب اللي بتاخدها هو مصر انفلونزا. الانفلونزا وتمام والمنجايتس طبعا، او التهاب السحايا او التهاب السحايا، ده طبعا ان شاء الله يبقى في فرصه ان احنا نتكلم فيه. يعني لو بصينا دلوقتي على تكمله جزء الوقايه، انا خلاص دلوقتي يعني الحالات اللي احنا قلنا عليها دي محتاجه انها تاخد التطعيم. يفضل الحوامل على فكره، السيدات الحوامل ينصح باتخاذ
التطعيم، لان طبعا ده بيحافظ على عليها هي. على الجنين بالعكس، هو بيفيد الجنين لغايه سن 6 شهور، لان اساسا من امتى في الحمل؟ فترات الحمل بيفضل بعد مرور 3 شهور الاولين. 3 شهور الاولين في المرحله الثانيه والثالثه اللي هو الفيز 2 3 بالنسبه للحوامل يعني. هو هي بتاخد طبعا تطعيم، وده بيحمي الجنين لغايه لما سنه يوصل باذن الله لسن 6 شهور، او بيديله درجه من المناعه، لان هو التطعيم اساسا بيبتدي يتاخد بعد 6 شهور. تمام. فالفتره اللي هي من زيرو دي او من بدايه الميلاد لغايه 6 شهور بتبقى مفيده بالنسبه للطفل، مفيش فيها ضرر يعني. طيب تمام. عايزين بقى نتكلم على المشروبات وانواع الاغذيه اللي ممكن ناخدها وتزود المناعه بتاعتنا. طيب خلينا نبتدي في البدايه يعني، في بيت شعر كده قديم بيقول لك: عجبت لاهل مصر كيف يمرضون وفي بلادهم يزرع الليمون. هو ده بيت شعر شعبي مصري قديم يعني. الموالح والليمون والبرتقال واليوسفندي وخلافه دي بتحتوي على فيتامين سي. تمام. فيتامين سي بيساهم دور كبير في رفع المناعه، بالاضافه ان هو مضاد للاكسده، فاحنا يعني بنؤكد على العصاير والفواكه اللي بتحتوي على فيتامين سي دي اساسيه. بس العصائر الفريش، بلاش العصائر الحاجات الطبيعيه طبعا، بعيدا عن مواد الحافظه واعراضها الجانبيه يعني. هننتقل بعد كده لبعض الحاجات اللي هي متواجده في البيت اللي هي بتساعدنا يعني. اول حاجه هنلاقي بالنسبه للمشروبات عندنا اليانسون. بس قبل معلش اضيف معلومه حضرتك، لان انت عارف البرنامج ده احنا انا وانت بنتبادل المعلومات. فيتامين سي كمان ليه فائده جدا، اعتقد ان 70-80% من الشعب المصري بيعاني من الانيميا وهو مش عارف. الانيميا فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد في الدم. طبعا بيلعب دور كبير طبعا. بينصح بكل اللي عندهم انيميا، هو بياخد حاجه فيها حديد، ولكن لازم ياخد معاها حاجه فيتامين سي، عشان فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد في الدم. جميل. نرجع جميل. تاني بقى لليانسون. اليانسون طبعا مشروب متوفر وسعره مناسب، موجود في كل البيوت. هو حضرتك بس في غلطه بنعملها، لان احنا بنيجي سواء كان في باكت او في يانسون خام يعني، طبعا هو بيتغلي مع الميه او بيضاف لميه مغليه، وبعد كده بنستنى لما يطلع الابخره اللي فيه عشان يبرد عشان اقدر اشربه. دي بيفقده جزء كبير جدا، لان هو بيحتوي على مجموعه من الزيوت الطياره المهمه جدا. فبالتالي بعد ما الكوبايه بتبتدي تسخن او بحط فيها الباكت، يستحسن ان انا اغطيها عشان استفيد بزيوت الطياره دي اللي هي تبقى هو موجودة. اعتقد ان مش اليانسون بس، كل حاجه زيوت طياره طبعا يستحسن انك تغطيها. بالظبط كده. بالظبط كده طبعا. بالاضافه طبعا لوجود العسل، وعندنا الثوم والبصل في منتهى الاهميه. عندنا الحاجات دي تبقى داخله في الاكل بشكل كبير، دي هتساعد على رفع المناعه. عندنا زيت حبه البركه، وده متوفر طبعا في مصر بشكل كبير. عندنا لو بصينا لما يسمى بالجنجر او اللي هو الزنجبيل او الجنزبيل في بعض الاماكن بينطق كده جنزبيل او زنجبيل يعني، هو طبعا من الحاجات الممتازه جدا وبترفع المناعه، وطعمه المذاق بتاعه حلو فمناسب لمرضى السكر. تعرف ان اي حد يقول لي انا عندي التهابات في الزور وعندي دور برد، اول حاجه بنصحه ايه؟ ياخد قرفه وجنزبيل. تمام. وياخدهم في مسافه بينهم ربع ساعه. انا في الاول كنت في ناس بتاخدهم ميكس مع بعض. لا لا يعني اخر حاجه، اخر معلومه وصلتني انك مش صح انك تغليهم مع بعض، بتاخد القرفه وبعديها بربع ساعه ثلث ساعه بتاخد الجنزبيل. دي حد استاذ اعشاب طبيه قال لي هذه المعلومه، ان احنا ما ناخدش القرفه والجنزبيل نغليهم مع بعض، تبتدي بحاجه فيهم والحاجه الثانيه تاخدها بعديها بربع ساعه. تمام. بعض الحاجات بقى زي التوت والفراوله والحاجات اللي يعني ليها الوان داكنه شويه، هي بتحتوي غالبا على انتي اوكسيدنت وفيتامين سي برضه، فبتبقى مهمه في انها تبقى موجوده بشكل كبير. طبعا الجوافه متوفره دلوقتي، وطبعا دي من الحاجات الغنيه بالمينرالز والفيتامينز، اللي هي كلها بتؤهلنا وبترفع المناعه بتاعتنا وبتاعت اسرنا واولادنا لغايه لما فصل الشتاء بينتهي يعني. تمام. بنيجي من ضمن الحاجات المهمه ان احنا نركز عليها. هو بس تسمح لي بس، بما ان احنا برنامج انت عارف طب اقتصادي دوائي. تمام. المضادات الحيويه، عايزين نعرف دور المضادات الحيويه في نزلات البرد. طيب احنا زي ما قلنا في الاول ان نزلات البرد بتبقى اساسا هي عدوى فيروسيه. تمام. واذا فالعدوى الفيروسيه لها دور للمضادات الحيويه فيها. طب امتى بيجي دورها بقى؟ تمام. يعني برضه هي ليها دور، امتى بيجي دورها؟ حينما تتحول الى من عدوى فيروسيه يحدث ما يسمى زي ما قلنا بالسكندري انفكشن، او العدوى الثانويه الاخرى او العدوى الثانيه الاخرى اللي هي بتبقى عباره عن بكتيريا. هو دلوقتي هو حضرتك انا اول مصاب بالفيروس بتاع الانفلونزا درجه حرارتك بتترفع. ارتفع الرشح، بس الرشح بيبقى خفيف ما بيبقاش غليظ، بيبقى ملوش لون. دي اللي هي العدوى الفيروسيه في البدايه، قد تاخد من يومين لثلاث ايام والمريض بيعاني. هل شرط ان هي تتحول لبكتيريا؟ ما هو لو اهملت بقى، لو احنا ما بناخدش حاجات تزود المناعه عندنا، ما بنتجنبش الاختلاط، ما بنستريحش، كل الكلام ده وارد ان هو يحولها لعدوى بكتيريه. تعرف انا سؤالي ليه؟ سؤالي النهارده، هل النهارده اي مريض
يصاب بنزله برد اللي هي ممكن تبقى انفلونزا، درجه حرارته ارتفعت ياخد نقطه حيويه ولا لا؟ انا بقول لحضرتك هو لو لاحظنا ان درجه الحراره يومين ثلاثه ما فيش يعني زي ما هي تقريبا تكون ثابته واللي هي 38 ل 38 ونص، وفي نفس الوقت ابتدى يبقى في حاجه اسمها بوست نيزل ديسشارج او ابتدى يبقى في افرازات مخاط بشكل كبير، لا خلاص ساعتها لازم لجوء للصيدلي او للطبيب المعالج لوصف مضاد حيوي مناسب للحاله دي. تمام، بس يروح للدكتور يروح الصيدلي. طبعا الاثنين طبعا. لا ننكر ان النهارده الدور الكبير اللي بتقوم بيه المؤسسات العلاجيه في مصر الصيدليات والمستشفيات، فطبعا موضوع التوعيه مهم جدا، هو لو لقى الحاله مستدعيه انه لازم يروح على اساس ان احنا كمان برضه ما نروحش للابيوز بتاع استخدام مضاد حيوي. طبعا هو بيبقى في توجيه حضرتك دكتور علي، بيبقى في توجيه، بيبقى في بعض الحالات الحاجات اللي هي بتسمى تايم تيستد او انه تم استخدامها لسنين طويله في الحالات الخفيفه ودي لا ضرر فيها يعني، ولكن في الاخر برضه هي الوقايه خير من العلاج. طبعا دكتور. دكتور هاني فرج المستشار الطبي والاقتصادي للبرنامج، الفقره بتعدي معاك بسرعه جدا، وبعدين بقى انا اشكرك بقى على المعلومات اعتقد خلاص بقى يعني، وعايز اقول لك انا فعلا بقيت بستنى الحلقه بتاعتك من الشهر للشهر. شكرا. وانا مبسوط البرنامج بتاعنا بقى في حد مسؤول مستشار طبي واقتصادي، في حد مستشار تغذيه، في حد مستشار تسويق، وده برنامج صحتك ثروتك بيعمل حاجه جديده غير كل البرامج. دكتور هاني فرج دايما بنهي معاك، ولكن على امل اللقاء في معلومات جديدة تدهنا إن شاء الله بإذن الله. وكل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. نطلع فاصل ونواصل بقى مع الجودة في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة. هنشوف بقى قصة الجودة رايحة فين وجاية منين، وهل هي ليها دور في المجتمع، وهل ده بتنعكس علينا إحنا كمواطنين ولا لأ. فاصل ونواصل.